هذا وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان استعداد الحركة للتجاوب مع أي جهود جادة تفضي لإيقاف العدوان الصهيوني على غزة. حمدان في تصريح صحفي أضاف أن الجانب القطري أبلغ حماس باستمراره في جهود الوساطة لإيقاف إطلاق النار. الجانب القطري أبلغنا أنه سيستمر في وساطته هو والجانب المصري، وسأل عن استعدادات حماس. نحن أكدنا استعدادنا للتجاوب مع أي جهود جادة، لذلك نحن نعتقد أن الجانب القطري سيواصل اتصالاته ونحن سنكون حاضرين للتجاوب معها في حال استجاب الإسرائيلي وأوقف العدوان. الأسرى من العسكريين، نحن قلنا من البداية أننا نريد أن نستعيد الأسرى الفلسطينيين مقابلهم. الكل يعرف أنه أسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كانوا 5200 أسير. في الأسابيع الماضية اعتقل الإسرائيلي قرابة 3000 فلسطيني من الضفة وحدها. هذا يشير إلى أن الإسرائيلي يدرك أنه في نهاية المطاف لابد من الإفراج عن كل الأسرى مقابل الأسرى العسكريين.